المدينة القديمة في الدار البيضاء وبالضبط في درب الزمور في عرس الزرقطوني، حي هادئ معروف بتضامن سكان وعيشهم في حب ووئام. هاد الحي اهتز السنة الماضية على وقع انهيار منزل لحظات قليلة بعد مغادرة السكان، لكن عند بداية الانهيار سكان المنزل اللي كيتكون من ثلاث طوابق حربوا اكتشفت أم الطفلة ريتاج، وهي أحد سكان المنزل، أن بنتها الصغيرة والوحيدة بقت محاصرة داخل المنزل، حتى واحد ما قدر يغامر بحياته ويدخل ينقذ الطفلة اللي كان كيتسمع الصراخ ديالها من الخارج. وحدها الباتول المرأة الشجاعة المعروفة بالحي غامرت ودخلات، لكن واش تمكنت من إنقاذ الطفلة ريتاج؟ هذا اللي غادي نعرفوه في هذه الحلقة من الشجعان حكاية بطل، لنتابع قصة الباتول والطفلة ريتاج. الباتول باش نعرفوا انا انسانة طيبة وخالوقة، والله عمرها دار تعاون راجلها خدام معاه في الران، ولا كان شي وحدين عندهم شي حاجة تتعاون معاهم توقف معاهم. حنا براسنا الدراري الا كان شي انتخابات شي لعيبة جات قيدنا حنا الاولين، كان شي جنازة في الدرب شي واحد ماش ما بحالوش شي الدور مع الناس تجمع عليهم، عندها مع الدراري الصغار تعامل معاهم مزيان بحال ولادها. شعبية عادية مفازة، ماشي كره ولا شي حاجة ولا قبيحة ولا مرة مساعدة. تنغلط كاع شي مرة أنا وكنت تساعدني وتنتخاصم معاها ولا شي لعبة وكتبقى ديما قلبها بيض. الباتول مرة معروفة في الحي ديالها بالبساطة ديالها وقلبها الكبير والحب ديالها للناس. مرة على قد الحال كل شي كيبغيها وكيحترمها. الباتول نموذج المرأة المواطنة البسيطة والاجتماعية والمحبوبة والطيبة. باتول المرأة إنسانة طيبة جميلة في الدرب، تتعاون مع عباد الله، كتعاون مع الدراري الصغار، عزيزين على الدراري الصغار. كيجيو عندها الدراري في الدرب كيكون ما بغينا يصيبوا لاطات السرديل وداك الشيء، ما عندهمش باش يجيبوا قاعد كلاصي، وتعطيهم فلوس كطيب لهم فابور، كتعطيهم الخبز باش ياكلوا اللاطه، كتعاون مع كاع الدراري في الدرب. حتى حنا براسنا تعامل معنا شي واحد جا بغى ياخذ الخبز ما عندوش تقول ليه سير حتى وكان يكون عندك. وشحال مره كاع الوالده ديالي تتكون دير الخبز وما كاينش يجيبو، هي تجيبو مسكينه تلقى تدق في الدار هكا هاد الوالده وصاتني وكذا، زعما الله يعمرها دار. الباتول وراجلها كان عندهم فران في الحومة كيطيبوا الخبز للساكنة والجيران في الحي. الباتول كانت كتكلف تدبير العلاقة مع الزبناء من الناس ديال الحي، والزوج ديالها كيطيب الخبز. أنا من الباتول حوال الحمد لله اللهم لك الحمد، أكرمي لنا عندك معاش تجي ماما مع 12 إن شاء الله عندك شحرقي لنا من الباتول هيا الريت كسر داكم وفا كان حرقوا كان نطيب سير تجي عندي مع 12 اللي جاب الخبز ما عندوش كتعطيه تقول لي سير مره اخرى. حتى الناس انا قديم تما في الدرب يعرفوني الناس، نهار يومين ثلاث ايام الوقت اللي جابهم ما عندنا مشكل. هذا الشيء اللي كاين، هي كدير الخير وكتعامل مع عباد الله والناس مخاصمين مع ديورهم تصالحهم، ولا لقات بعد خطرات مره ما خاصها الخبز سيري ما عندك سيري ماشي مشكل الدنيا هانيه، كتعامل وتفرق الخبز تطيبو هي وراجلها الخبز. يجي عندها شي واحد ما عندوش تعطيه الخبز، وداك الخبز اللي تيكرم عليها وداك الشيء تيبقى كارم في الفران، كيجيو هذوك الناس اللي كيبيعوا الخبز وداك الشيء ما كتعطيو لهم، تقول لهم سيروا الله يسهل عليكم. صافي الباتول سلام ديره عليك بارك الله فيك، دريتي لاباس عليك صحيحه الحمد لله بارك الله فيك. الباتول كانت عندها علاقه متميزه مع الزبناء من الساكنه في الحي، وطبعا اللي ما عندوش الفلوس ما كاين مشكل. واخا يجيبو كاع ما عندهمش ماشي مشكل هانيه وكاين حتى مشكل. وهي حادقة تبارك الله، حنا تنكونو واقفين بعض المرات نشوفها خدامه حادقة بحال عندها 4 اليدين، ها هي هنا هنا انا جبد الخبز تفوق
تمشي دي لشي سيدة بوحدها ما عندها شكون اللي تسخر لها تمشي دي تجري اش خاصكم وكذا كذا تما تبارك الله والصلاة على النبي عليها ما عندي ما نقول. يلا هكا هادو بدات ما بيشوفش هادو خصك تردهم واحد شوية تحمر جمال عارفش من مراهم هادو اللي خرجتي دابا ياك جمال. الباتول كانت كتعاون رجلها في الفران وطبعا كيطيبوا الخبز للناس وكيعجنوا ويطيبوا ويبيعوا عايشين قانعين بالمدخول ديال الفران اللي عايشين بيه. هاك هاد الجوج دابا ديري هاك ها جمال ها جمال انا خصنا نهضروا قال لك فهمتي انا جمال غنصيب هادو كسميتو صافي ها كيجيو الدراري كبار كاع ولاد الحومه تما كاين اللي ما خدامش مسكين اللي كيكون يلاه مشلول يلاه خرج ولا هادي كتساعد مع الدراري وعندي انا عادي ملي تيكونوا الدراري وداك الشيء حيت عارفه مراد 34 عام ما عنديش فيها شي فهمتي عارفه مزيانه مع كل شيء كيبغيها. الباتول معنا حنا كلنا حتى ولاد دربنا نيت اي واحد معاه مزيانه كيدخلوا الدراري عندها يبركوا في الفران كتبقى تضحك معانا يعني المجتمع ديالها هي ماشي شي وحده شديده مع راجلها كتقول لي خلي الدراري يبركوا معانا كنبقاو نضحكوا معاها كندخل انا مسمي عليه راجلها الدار البيضاء نقول لي فين الدار البيضاء. علاقه طيبه بزاف تتبغي لنا ديما الخير اللي مبلي انت تنصحهم هذا الشيء راه ما يصلحش ليكم حيدوا عليكم اللي ما خداش مسكين يجي شي بريكو بحال دابا ديال الافلام ديال الانتخابات هي الاولى مسكينه تمشي تقيدهم كانت شي حاجه تمشي تعاون مع ولاد الناس يعني حنا بعدا ما تتعاملنا مزيان كولادها خاصو شي واحد شي عاد تعطيه واخا ما يشوفوش اخر تقول لي هذه من عندي عشد المهم تتعامل معنا مزيان زعما. صباح الخير ام الباتول. صباح الخير ولدي باقا ديك لا الحمد لله صبروا شويه صبر على الكرده ولدي تعطلنا ام الباتول اول مره تيتعطل عندنا بالخبز وحق الله هاك انا جاك الجوعه كخبيزه زوينه والله الا بزاف ام الباتول وحق الله عطيه وحق الله. الباتول كانت محبوبه لدى الشباب في الحي كيتجمعوا عندها في الفران كطيب لهم اللطة ديال السردين وتعطيهم الخبز السخون وطبعا كتنصحهم باش يتهلاو في قرايتهم وصحتهم ويبعدوا على البليه. عندك درت مدره اخرين ما كاين لا بليه لا والو سميتو راجل بعقله هذا هذا سمع ولدي سعيد نقول له حيد هذيك البليه ما عندك ما دير بها راه ما توصلك على الحوايج اللي خايبين هاشو حالتك ولات راه ما كانت حتى شي فائده هو المشكل باش يدير بحال هنا شي طريمه باش يدير بحال مزيان ولكن حاول عم شويه دابا رمضان جاي باذن الله ما غادي يحاول يحيد شي شويه راك عارفاني كيفاش وتنجرو معايا امي الباتول كل صباح تنقول لها نطري لي وما تيبغيش امي الباتول عن صلاحتكم ما تيبغيش حاجه ما كديروها لوالديكم لا والو غير مصلحتكم مصلحتكم نتوما الاولى لان داكشي ما عاد بكم علموا ليك حتى شي حاجه جيوبه ما خاويين وانتم خاويين ويا الله يعفو عليكم هذا النهار الاحمر عند الله. كلشي كاع اللي بغى شي حاجه كيجي لعندها شي واحد مخاصم مع عائلته شي واحد مخاصم مع امه كتدخل ما بيناتهم كتمشي تصالحهم كدير الخير مع الدراري الصغار واحد الانسانه في شكل علاقتها الباتول مع الدراري الصغار مع المجتمع كله ماشي غير بنتي ولا ولادها ولا يعني تشوف واحد عنده مشكل كتمشي تتبعو واحد غادي ينعس في السبيطار كتمشي معاه واحد مشدود كيبقى فيها كتقول لك ما نبغيش ليه الهاله كتمشي معانا مع الناس كلهم ماشي غير ناس كبار نيت هذا الصباح هذا واحد السيد مريض عندنا في الدرب مشات هو الاول سبقته عاد جات لعندنا هنا محبه ديال الدراري الصغار عزازين عليها كيجوا عند الدراري ميباتول هذيك شري لها دابا شكيطو هذا دانون هذا الدراري كلهم تيبغوا لا دريات ولا دراري ولا كلشي عندها صحاباتها تما في الدرب تيجيو لعندها ما عندي سوق انايا كتبقى مريحه مع الدري ولا الدرب كلشي تيبغيوها. الباتول كان عزيز عليها الدراري الصغار بشكل كبير كتعطيهم الحلوى وكتضحك معاهم وتهلا فيهم وداك الشيء طبعا اللي كيبغيو الدراري الصغار اللي كيبادلوها نفس الحب. دير اختي لاباس عليك فن اختي تاكلي فين يد هكا ماما هكا لاباس بارك الله فيك هاكي هاكا اختي زيدك ماما ها هي زوينه ما حليتيهاش انت نحلها لك نحلها لك تاكلي فين يد نحلك ها هي هيا ها حلي 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 ابا برافو زوينه يا اختي زوينه انت فنه انت زوينه وانت زوينه انت يا فنه غتكون شي مدرسه امك
سلامة فاطمة اختي، بسلامة ماما، باي باي. سلامة يلا. يلا بسلامة عليكم. باي باي. خديجة. باي باي ماما، باي باي. يلا بسلامة عليكم. نكونوا نجيرو كتجير معانا حتى هي كتعطي لها بغات شي حد غنديروا شي معاونه الفلوس ولا هذه حتى هي كتعطي باي ديالها كتقول لك هذه حتى هي معاها شي حد مريض غادي نعاونوه حتى هي كتعاون معانا حنا الباتول بلا هذا الشيء ابار معانا هكا مع داخله ماشي جمعيات هي الاولى تتجمع الناس واللي معاها وينقيو ويجيرو يجيبوا المحابق يرسموا شي لعيبات المهم تحادك شكون اللي دار الباتول هي اللي جا معاهم يعني دارت شي حاجه مزيانه للدرب والناس يشكروها صراحه هادشي اللي ما داروش الرجال دار شويه بزاف كاع لواحد الدرجه ما كتوقعش اللي كتجي في الصباح وكتبدا تشطب في الدرب من راس الدرب حتى لتحت وكتبدا تشطب وكتقاد المحابقات وكتدز تخوي فيهم الماء تسقي فيهم بواحد بواحد واللي داز في الصباح لالا الباتول كيدير اختي لاباس عليك زعما محبوبه عند الناس في الدرب العمل الاجتماعي إحدى سمات الباتول الباتول الاجتماعية بالطبع ديالها كتنقي الدرب وتسقي الورد والنباتات في الحي وكتزرع روح التضامن والمواطنة في سكان الحي ديالها كتعاون مع الناس كلهم في الدرب كنجمعوا الناس ديال الدرب نشريو الجير نشريو محابقات نسيقوا يوميا نرشوا الدرب عندنا نقي تبارك الله ومعاونين الجيران كل شيء كل واحد كيعطي شي بركه انا ما كنكذبش عليك دابا هذه 10 سنين باش جات حيت ما كانتش قبل كان راجله بوحده خدام جات تعاونت معاه وبحال هكا النهار الاول دارت بلاصتها المعامله ديالها تتعامل معنا في الدرب كلشي تيحترمها كبير صغير مرا راجل تيحترموها الباتول بروحها التضامنية والاجتماعية دارت بلاصتها وسط السكان في الحي ومن بين الناس اللي كانت كتربطهم بها علاقة قوية الأم دليلة أم الطفلة ريتاج السلام عليكم أختي الباتول صحيحة الباتول كانت الطفلة ريتاج مقطرة لها من عينيها شكون هي شافة شكون هي أمي شارفة وين على أمي شارفة أمي شارفة أختي زوينة 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 تقردو زوينة واش كمسطي إياد أمين أمين مسطي ورياض الرياض خايب عزيزه عليها الباتول كتبغي ليا بنتي بلا قبل ما تطيح الى دار لا حتى حاجه كتجي تسول ليا بنتي فين ما تجي مع 12 كتسول علينا حنا الاولين حيت انا الدار ملاصقه مع الفران عزيزه عليا كاع الدراري الصغار عزاز علينا عزاز علينا المساعده نساعد كلشي فطرت بنتي كانت ديال الوالده ديالي كنخليها عندها مشيت لخدمتي ملي مشيت للخدمه جيت من الخدمه كنجيب بنتي كنطرقها هي الاولى دخلت للدار باركه ما عليا ما بيا كانت الام دليله ديما لما كترجع من الخدمه كتجيب بنتها ريتاج من عند امها باش تغديها وتبدل ليها حوايجها وتلبي ليها جميع المستلزمات ديالها داك النهار كيف العاده جابتها ومشاو للدار عادي انا جيت من الخدمه كنت جالسه انا وبنتي عطيتها البيبرون ديالها كترضع كندور قدامي شويه جلسات كنسمع داكشي كيدير طق 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 شويه الغبره كطيح انا بنتي الغبره هربت وخليت بنتي ما فكرتش في بنتي بصفه نهائيا
كانت كتوجد الماكلة وبنتها كتلعب في البيت، وفجأة بدأت الدار كتطيح. هربت أم دليلة وخلات بنتها. كنا خدامين سمعنا الغوص خرجنا تنجيرو، خليت الخبز في الران خرجت تنجري، بقيت دليلة كتبكي كتغوت، بنتي ما بنتي بنتي نسيتها، الناس تجمعوا الجقل لا الدراري ولا الدراري واقفين كلشي واقف. قلت لها بنتي راه خليتها لداخل واحد ما بغى يدخل، المراه هي تبغى داك الجري. الباتور كانت خدامه عادي لما سمعت الغوات وصراخ السكان بسبب الضال اللي بدات كتريب. شواقع برا انطلقت في اتجاه مصدر الصوت. خرجنا كنجرو من الفرن كنا خدامين، خرجنا سمعنا الغوا ديال دليله كتغوت، امي بنتي بنتي امي بنتي بنتي، خرجنا لقينا الجيران كلهم خارجين. بقات اللي كتبكي غتصحف قريبه تصحف، قلت لها مراه ما كي، قالت لها نسيت بنتي لداخل نطات مع الجقله وداك الشيء ما عرفتش انا كيفاش تمت غاداك الجري انا كنشد فيها. تم دون عباد الله نقزات وهي تم غاداك الجري واش دا راجلها، قال لها الا ما تمشيش وهي تتنطر معاه الا دريه باقا صغيره ملائكه هذيك خاصني نقدها، دخلات كتجري هي بقات متعطلات في الدار لداخل شحال، كلشي في الدرب تيقولوا ماتوا بجوجو. دفعت راجلها ودخلات نقد الطفله. خرج كنغوت ربي اللي خلقني كنقول بنتي، كنبكي. جات لالا الباتور قالت لي مالك ياك لاباس الناس تجمعوا عليا وداك الشيء، جمال حتى هو خرج عندي كيقول لي مالكي، كنقول الباتور بنتي خليتها لداخل، انا ما عرفتش باش تبليت صافي غنغيب. انا كنت مع الدراري تنهضروا على البارصه والرياض، راك عارف الدراري ديال هضرتو تنسمعوا الغوات، راه الدار تطيح ديال الرامي تطيح، جينا نتجراو بنتنا دليله خرجت تغوت عريانه بيجاما، اعتقوا لي بنتي اعتقوا لي بنتي راه بنتي غتموت هذه تتشقق وكتريب. واو دليله خارجه هي الغبره عندها في حويجه وداك الشيء. باتوا لي تم غدا كتجري واش الدرج لا جمال، قال لها لا ما تمشيش، قالت لي لا حيد الدريه صغيره غنمشي نقد هذيك الملائكه. دخل كي دخلات كتجري الدرب كله كيغوت، حتى واحد ما قدر يغوت يدخل لداخل. باتوا بشجاعه كبيره دخلات كتقلب على الطفله ذي تاج، والتراب والردم كيطيح عليها. كنقول الجيران عتقوا لي بنتي، كنقول جارتي عافاك خذ، قولي لراجلك عتق لي بنتي، قال لي انا خرجت انا ولادي ما عندي السوق. حنا براسنا ما خرجناش ندخلو، ما نكذبش عليك، بان التراب تينزل والدار تطرطق يعني تخلعنا. جات جا جمال هو الباتور تيغوتو هي بلا بيدون شعور، مالكي بنتي دخلت تجري. غتكون المده اللي دخلت الباتور انا تخلعت فيها، هي غتكون شي نص ساعه المكانه بحال هكا، قلت صافي ماتت المراه وماتت البنت، ما بقيتش عاقله على حتى حاجه. الباتور تعطلات والكل كان على اعصابه كيتسنى، حتى واحد ما قدر يدخل، كانوا كيتسناو مصدومين حتى انهم اعتقدوا ان الباتور وريتاج ماتوا. انا ملي جيت بعدا نشوف لقيت دليله تتغوت، بانوا لي الجيران ديالها خارجين، الراجل ومرته وولادو خارجين، كلشي تيغوت عتقوا عتقوا الروع عتقوا الروع خارجين، وخلاو الدريه الصغيره بوحدها هي براسها تصدمات، راجل كاع راه فيه ما يدخل وبغى يعتق راسه، تيقول لك راسي انا، وحنا ما حتى حنا دخلنا. اجلي عيطت لي الوالده ديالي في التليفون، جا كيجري مخلوع، قال لي اش ياك لاباس، قالوا لي ريتاج واقع عليها شي حاجه لداخل، قلت لي راه دخلت المراه باش تعتقها ما خرجت نص ساعه المكانه، لا المراه لا حاجه، حنا كلنا كترعد، حتى راجلي ما قدرش يدخل حيت الحجر بدا كيطيح. دخلت مع الباب لقيت الدريه فوق السداري كتبكي، طاح لي شي تراب فوق كتافي ودخلت هزيت الدريه عنك حتى وخرجتها. الباتور فجأة خرجات وبالأحضان ديالها الطفلة ريتاج، لكن بعد لحظات طاحت الدار كلها.
دخلت نقدت بنتي، خرج لي خرجت عندي الغبره فيها هنا، قلت بنتي ميته خارجه ميته. خرجت كتهضر معايا قالت لي يا بنتك راه باقا حيه، كنشوف بنتي باقا فايقه. صافي بردت، الناس كيدوروا بيا على سلامتك على سلامتك، خرجت لك بنتك، كيشكروا فيها هي تهضر هي دير فف. عيالات رجاله كلشي كيغوت، صافي كلشي تيقول لها باتوا الماتت باتوا الماتت، تيتغاوتوا. واحد لقيتها هي تم خارجه السيده هزه الدريه دايره تحت منها، داري لي تشوف بنتها وهي تلعلها وهي تسخف طاحت. هي كتقول لها ما تخافيش بنتك باقا حيه بنتك باقا، والسيده باقا كتنطق بهذ الكلمه الضاريه تريب. خرجت السيده وهي دير الدار بحال هكا رابت، كلشي بقى كيشوف الدرب، كلشي ما زعما هذيك الساعه ما كتوقعش هذيك الانسانه كيفاش دارت هذيك الخير، وكيفاش زعما الدرب كله تبعض. دابا ما نكذبش عليك كبرات وعينينا كثر، هي اصلا كنا تنشوفوها قبل الله يعمرها دارت التعاون معنا حنا اللي شباب ومع الناس وكلشي، ودابا ملي دارت هذيك غامرت بحياتها، وصعيب هذا الوقت بنادم يغامر بحياته، وهي غامرت بحياتها وعتقات دريه جابش البنت، يعني راه صعيب يعني كبرات في عينينا بزاف، الناس كلشي يشكروها. هذيك راه خاصها شي تمثال هذيك. في الدروه ديال هذا العمل هذا فين كتوصل؟ ومن كيكون المغامره بالروح. فالساعه فاش كانت كتخرب الدار وكانت المظاهر ديال بدايه النهايه، والناس كتراجع اللور والناس كتحاول تلقى مخرج، فاذا به واحد الام لان حتى هي انسانه كتخاف على نفسها كتخرج وكتنسى بنتها في الدار. شكون اللي غيقوم بهذا العمل البطولي؟ رغم انه هناك مجموعه من الاشخاص حاضرين منهم رجال ونساء، وبالتالي هنا البطوله ماشي عندها فقط العلاقه بالجنس، البطوله ليست ذكوريه وليست انثويه، البطوله هي تعود الى مكونات النفسيه التي تحدثنا عنها، وبالتالي تجسد هذا الباتول اللي في اللحظات الاخيره لسقوط هذا المسكن ما ترددش، ما فكرتش في روحها، ما فكرتش غيوقع، فكرت فقط في ذاك الانسان اللي غتعتق. ما انتظرتش انا الباتور غيجي من هنا، انتظرت شي راجل غيدخل يدير هكاك. صدقت مرا دارت هكاك. الباتول كانت بطلة كبيرة، تلقات تهاني من الجيران وسكان الحي. جاو العيالات كيشكروا فيا، شكرا شكرا اللي انقذتي ديك الدريه ديك الصبيان الصغيره مسكينه حتى هي راه كانت غاضيه. قلت لها داكشي اللي لله حنا كنديروه في سبيل الله. ثم كيجيب واحد الاخر، هذاك الناس اللي كينتظروا حتى هو كيكون من العوامل المشجعه، خصوصا المعنيه بالامر اللي هي ام ديال داك البنيته اللي كانت غتكون ضحيه لولا تدخل الباتول. فملي كتجمع هذه الامور كلها كيولي البطوليه شيء رائع جدا، لدرجه اننا اليوم ولينا كنفكروا بطريقه اخرى. شنو هو اللي ما كيخليش الابطال كثر؟ ما كيكثروش. فهنا كيقدروا نفسروا المساله انه عوض الشجاعه ولينا كنشوفوا الخوف ولينا كنشوفوا التردد لسبب بسيط، اصبحت حياه الانسان مبنيه على الاستهلاك والحسابات، وبالتالي القيم كطير، المفاهيم الحقيقيه اللي كتشكل الانسان كانسان كتولي تراجع على حساب ما هو مستهلك وما هو متعه وما هو لذه، لان الانسان ما فيش غير لذه فقط، الانسان ما كيعيش غير لذاته، وبالتالي الحس الجماعي ما يمكنش يطفى الى عندنا بحال هاد الناس اللي هما فعلا بطوليين وكيقدموا خدمه كما كانت طبيعتها. جاني في شكل انا دخلت ملي درت هذيك اللعبه هكاك دخلت، انا راجل ما نقدرش نزعم نديرها ونكذب عليك، انا نشوف بحال هذاك الديكور بحال هكاك ما نقدرش، واخا تكون كاع بنتي انا ما نقدرش ندخل، نكذب عليك الصراحه هي زعما هذاك مراه بطاله ما نعاودش ليك بطاله. ديك اللحظه انا كنغوت كنبكي، صافي قالت لي الجاره الباتول ما خرجاتش ساعة المكانه، صافي تخلعت. جا باها كيقول لي ياك لاباس، كنقول ليه الدريه ماتت، المراه خرجت دخلت تعتقها، الدريه ما خرجتش، لا هي المراه ساعة المكانه، قلت صافي ماتت. بركت واحد القنت كنقول صافي غيخرجوا لي الجثه. ساعة المكانه تقريبا خرجت المراه هي والدريه هزاها،
والمراه عينيها مغرغرين فيهم الدموع. وفي فرحه ما نوصفش لك كيفاش الفرحه اللي جاتني. كتبان لي المراه خارجه هزه الدريه وفرحانه عينيها مغرغرين. خرجت كلشي الناس المجتمع كله كيعنق فيها والله يعطيك السر وشكرا ما نوصفش لك داكشي اللي داروا معاها. كنعتبرها انا بطاله حيتاش راجلو ما غايديرش هكاك وهي دارت هكاك. هادشي اللي كنعتبر فيها. مدينة مراكش مدينة البهجة وسبعة رجال، مدينة الهدوء والبساطة والأمان. كانت الأمور غادة بشكل عادي لما اهتزت حي سيدي يوسف الشعبي على وقع نيران بسبب بوطة صغيرة اللي هي بمثابة قنبلة خطيرة داخل العديد من البيوت المغربية. منزل الشعبي في الحي المشهور في مراكش في صيف 2014 عرف نيران كانت غادي تؤدي الوفيات واختناق أطفال لولا الألطاف الإلهية ولولا تدخل البطل عز الدين اللي انقذ حياة السكان في المنزل وفي الحي كله من حريق بسبب بوطة صغيرة اللي كانت غادي تنفجر وتؤدي الكارثة. عز الدين بطل عرض حياته للخطر من أجل الغير ومن أجل طفل بريء. لنتابع ما وقع وشنو قصة البطل عز الدين والبوطة الصغيرة القنبلة الموقوتة. انا هو الصغير في دارنا تيتعاملوا معايا والديه ما عمرو خسروا لي خاطري بيضا. انا والديه ما عمرو خسروا لي خاطري تيتعاملوا معايا باغي دابا تيتعاملوا بحال شي طفل بحال شي واحد عنده 7 سنين ولا 6 سنين فهمتي. واز تينا تبي نقول لك كابر حداه من الصغر قرا معايا كاع في الابتدائي ديك الساعه ودري خالوق ومزيان ومربي ولد الناس وعزيز عليه يجي للخير. اي حاجه فيها الخير شي تلقاه هو السباق. عزيز تلعب الكره تلعب الكره تزكي مع الدراري تنخرج خارجات تلعب مع تلعب مع فرقه مع المولديه مراكش. عز الدين من صغره هو كيعشق الكره وكبر هو كيحب يمارس كره القدم وكان كيلعب مع فريق كره القدم في مراكش. عز الدين اجتماعي وعزيز عليه التضامن العمل الجمعوي كيشطب ويصبغ التروطوار وينقي الحي ديالو نموذج للشاب المواطن الصالح اللي كيحب بلاده. ما تعمرش في القهاوي وعزيزين عليه الطبيعه وعزيز عليه الرياضه وتيخرج للمناطق الجبليه وتنخرجوا معاه. وانسان داخل سوق راسو ماشي من داك النوع اللي تيكون تيدخل لشي حاجه ماشي ديالو ولا. وعزيز عليه يدير الخير. هو عنده مع الناس وتطيب مع الناس ويتضحك وتتشوف فيه ديما يتضحك وما عمرو يجيك ولا يسبك ولا يقلل منك ولا شي حاجه ولا يستهزئ بك. كان دري معقول وعزيز عليا انا الصراحه الله صاحبي وقرا معايا وكابر حدايا. هو تبارك الله عليه ما مبليش وسبورتيف تيجمعنا معاه السبور تنخرجوا عزيز عليه الجرا وتيك بحال هكا العكز ما كاينش تقضي الغارات لكن بحال هكا الا كان شي موت ولا شي حاجه في السيكتور تقضي في الكنازات يجري في الحاجه الخير. عز الدين ابن مدينه مراكش فين كبر وترعرع وسط اسره متواضعه اللي علمته مبادئ الاخلاق والمواطنه وحب الاخرين. ما تيدابس في الحومه وما تيتخاسمش وانسان نقيقي ودريري داخل في سوق راسو غادي يقود وغادي مع ولد الشعب عادي متواضع ما فيهش القدوم ما فيهش النفاق. مزيان شخص مزيان كله مزيان مؤدب ظريف يعني ماشي شي واحد ديال قبيح ولا وما عمرو تيتعدى على شي واحد ولا تيسب شي واحد ولا ظلم شي واحد. الانسان داخل في سوق راسو غادي يقود جي يقود صنع الدار تيمشي لخدمتو تيجي للدار انسان خالوق.
صراحة الله هو نقول لك الصراحة هو عزيز عليه الكام الهدوء شي بلاصة فيها الهدوء وكلا كنا الدراري كنا مجموعين كتار وكانت الهضرة كثيرة تيمشي هو تيقعد في واحد البلاصة بوحدو الخدمة هو صناعي حلاق و تيخدم مزيان تبارك الله عليه ونشيط في العمل تاعه وما تيتاش في البشر بزاف حتى دابا حلاق تنحس الدراري صحابي كديان وكا عايش بخير الحلاقة هي مورد رزق عز الدين عنده محل ديال الحلاقة في الحي والزبناء من سكان الحي طبعا وكاين شي واحد بعض الخطرات تيجي كاع ما عندوش باش يحسن ولا شي لعبة تنحس لي انايا نقول ليه عادي سير طيب كان يكونوا عندك الدنيا هاني علاش انا بنق ما عندكش اخت لا كان عندك جي تحسن لا ما كانش عندك ما تحسنش ما كايناش هاجي وقت ما كان وقت كان ما كانش يجي يحسن مالك صراحه ما كذبش عليكم فهاجي قلنا ما عندكش فلوس قعد حسن كي وكان يكون عندك ولا كاع ما تجيبهمش ليه ما عندوش مشكل لكن تي ولد الحومه تعرفو تيعرفك وما وجيتي بلاش راه غادي يحسن لك ولا كاع كنتي براني والنوبه الاولى وفتي عليه راه يحسن لك ما يقولكش لا المعاملة الجيدة والقناعة سمة كيتميز بها عز الدين عز الدين محبوب بالمعاملة ديالو جاتي تعامل معاه كما كان دري صغير كبير ولد الحومه براني كما جاتي تعامل معاه والقعيدات وتيخرج من زيه كي بحال هكا من لحد لحد تيخرج شي فوج على راسو تمشي لوريكه تمشي وريكه مولاي براعي اسني تما فين تمشي مع الدراري ومره مره تمشي لاوزود يا هاجي عز الدين عز عليه خرجت مع أبناء الحي ديالو وطبعا الطنجية ضرورية في القعدة نعيمة مرأة مطلقة كتعيش مع ولدها في نفس الحي اللي فيه عز الدين نعيمة مسكينة بنت الناس راه حتى هي راه ساكنة في هذيك الدار هي راه هنا راه هنين وتتعاون على الزمان حتى هي مسكينة وسميتو والله يعمرها دار حتى هي نعيمة ما كانتش تهضر معنا كاع أصلا ما كانش بينو وبينها شي حاجة أولا حتى الهضرة ما كانت تهضر معاها نعيمة بعد الطلاق وهبات حياتها لولدها كتهلا فيه وتديه وتجيبه للمدرسة كل يوم كان ولدها وخوها وبالنسبة لها كل حاجة في حياتها عندها وليدها صغير تديه للمدرسة تجيبه غادية مع الوقت وناس مساكن على قد الحال ومتواضعين وما عندهمش هما واحد الحاجه ما عندهمش الراجل في الدار تلعبوا شويه وندك تفرح ولا توقع عليكم شي حاجه صافي يلا سيروا لعبوا احنا مقابلينكم كانت نعيمه كتعيش بعد الطلاق مع اختها وخوها في دار وحده وطبعا كيخرجوا ولدها وخوها باش يلعبوا ويستمتعوا هكا كيف شويه وعندك شوف عندك الله يجزيك رد البال راسك انتي تتخرجوا متخصصين يجبدوا لك المشاكل احنا وعدتو قبيله وعدتو غنخرجوا من ورا المدرسه
اللي عارفين حنا هو هي انسانه هاد الانسانه اللي شعلات ليها البوطه في الدار ما عندهمش الراجل في الدار، هما هي البنات وعندهم جوج دراري صغار ووقع عليهم هاد المشكل. ما كنتش خفيت واخا وليت واخا واخا خويا فيك الجوع وكل يوم اصلا ما خصنيش نكثر لك الزبده. واه هضر انت ما كسكت فيهم. لا لا ملي ساكت بيقول شي حاجه ولدي وكنعرفو هاد العام ماط فين بينا نمشيو. انتنا جديده واخا وليت دابا انت نمشيو للشمال جديده مشينا لهداك العام. لا جامع شي فلوس بعدا؟ جامع اختي شويه جامع ضروري. انا خويا اختي على حسابي. ايوا صافي انت خوك على حسابك حتى انا وليدي على حسابي. هذاك العفريت ديال ولدك؟ لا اختي ما عفريت ما والو درا الزين ديال ماما ياك؟ قول لي. وانا اختي بارك عليا يا خويا. هو اللي عندي. مع الصباح كنت في الخدمه كنت خدام. من الخدمه جيت للدار تغتيت صافي فقط تغتيت رجعت عاوتاني للخدمه تكيت في الحال نتوعش شويه. كان عز الدين خدام عادي في المحل ديالو والقيلولة شوية ضروري منها في انتظار الكليان. السلام عليكم. انا الناس هاني ياو كيجير بخير صحابي خير وباش خدام هاني ياو خبرتي احنا مع الوقت اخويا زيد خبرتي اخويا زيد الله يحفظك اخويا زيد ياك هاني ياو بغيتك تسال سيد مرحبا طلع معك اخويا زيد ياك هاني حتى هو بعدا شي بخير طلع اخويا زيد مرحبا معك اخويا زيد. لا ما جاش كليان كنبقى متكي في الحانه حتى تيجي شي كليان هي عاجي كيت ميت خدمت حتى لوقيت العشيه مشينا لجامع الفنا قعدنا واش مشينا مع الدراري مشيت مع الدراري قصرنا واحد شويه. هذاك النهار فاش كان بيوقع الحديث خرجت انا وياه للمدينه مشينا جبنا دوره في جامع الفنا وفي البرانس تقدينا واحد شويه على مام سر كبيت البقر وشويه اللحم الراس درنا واحد الطنجيه مجموعين حنا سبعه الناس. مشى عز الدين وصحابه في العشيه لجامع الفنا عادي كانت الحراره والماء ديال القراب البارد ضروري في هذه الحاله. السلام عليكم مولاي كاين شي مويه بارده عندك؟ خلاص كاينه ها؟ خلاص زيد اسيدي نشوف هذا القطران. بسم الله الله يعطيك الخير اسيدي الله يعطيك الخير. اسيدي لقات جات شويه بعدا بسم الله الله يكرمك يا الله. مشينا للحلاقي درنا واحد شويه دزنا للبرنس قعدنا واحد شويه عند واحد الدري صاحبنا في القيصريه واش جينا عاوتاني في حنا ركبنا في الطاكسي جينا لسيد يوسف.
جينا قعدنا مع الدراري صيفطنا طنجيه للفرناتشي قعدنا مع الدراري تلعبوا واحد شويه الرامي كنا قاعدين عاجي مقصرين تلعبوا الرامي والضح وتكون بيكو ما كاين حتى شي ضجيج زعما والصيف ومقصرين داكشي اللي وقع واحد اللحظه كان الصاد ديك الساعه في الصيف كنا واقفين في الدرب تيور سخوان بنادم تيخرج تي عرفتي مراكش الصاد والحراره تنخرجوا باللي تنخرجوا غير الزنقه ما تندخلوش للتيور مع التيور تيكونوا سخوان واحد اللحظه هذيك الدار قريبه فين واقفين حنا مجمعين قريبه لينا هذيك الدار مجمعين تنهضروا هكا تنتناقشوا نلعبوا الرامي تنضحكوا شكون اللي فرق؟ سير ليا انا خاصني انا خاصني من الدار سير علاش لاعبين بعدا علاش لاعبين؟ كانوا مجموعين كيتبردوا كيلعبوا الرامي في الدرب عاد اليوم فيك اولاد فاتسمح لنا كان في تي خلص على ما عليكم انا تستاهلوا انا نزل ولدي كان كيتفرج وانا كنت متكيه كنت كنلعب في التليفون اختي كانت هي اللي غتغسل خويا حتى كنسمع الغوات البوطه 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 وحلات الباب وخرجت كتجري هي غادي نغسل لك هذيك الحاله اللي دايره بحال هكا غادي نغسل لك نوض نوض زيد اسكت ما ما سخون والو سلس يلا سلس دغيا يلا سخون لبس يلا كانت اختنا عيمه كتسخن الماء باش تغسل لخوها وكانت نعيمه كتلعب في التليفون لما شعلت العافيه في البوطه هربوا كلهم والجيران حتى هما وخلاو الدري ولد نعيمه في الدار بوحدو حتى كنسمع الغوات في الدوش نط طليت كنلقى البوطه شاعله فيها العافيه بالجهد وخويا كان عريان اختي صافي خرجوا واحد الساعه تنسمعوا الغوات نتاع العيالات بزاف والدار عامره تبارك الله فيها ثلاثه عائلات السكان هما الناس اللي البوطه هي راهنين كانوا ساكنين الوسط هما اللي الدار لتحت وشي ناس ثاني الفوق الدار زعما هذيك البوطه اللي فاتت تفرق عاد بات تدي الارواح بزاف نعيمة خرجت كتغوت في الزنقة ونطلق عز الدين كالسهم النجدة عافية عافية وكنا واقفين واحد اللحظة هو يتسرع عز الدين هو السباق فسمع الغوات هو اللي يطلع للدار الأول هو اللي يطلع للدار الأول تبعنا حنا صراحة الله في بنادم كلشي خايف على راسه هو كان عنده الشجاعه هو تبارك الله هو ينوض كاينه الجوقه قدام الدار حتى واحد ما قدر يتطوع يدخل ولا شي حاجه حتى جا هو ما فكرش واحد الدرجه كي جا ما فكرش لا في والديه لا في خوتو لا في تحت جا هو يدفع راسو هو يطلع تيجري بان ليه الناس يهبطوا طلع شي وحدين للسطاح وصلنا للدار لقينا نعيمه تتغوت طلعت طلعت للدار هبطت الدراري هبط الدري الصغير وجوج بنات واختها حتى هي معاهم هم الفزع والهلع وسط سكان المنزل اللي هربوا كلهم للخارج وانطلق عز الدين وسط منهم وطلع في اتجاه النار قد الناس وخرج الدري اللي كان في الدوش وطلع يجبد ولد نعيمة صافي جا عز الدين كنعطيو في المانط وسطولة وداكشي انا كانوا عندنا شي بنات عائلة من على برا تخلعو كيغوتو خرجنا حدا المدرسة دخلوا الدراري وعز الدين هو اللي كيطفي كيهز المانطات والسطولة كيخوي الماء على البوطة والبوطه كتزيد كتجهد معاك كانت عامره بزاف والبوطه صغيره طلعت لقيت العافيه عامر شاعله في الحمام شاعله في الحمام وانا دخلت لقيت الدري
الدراس غير وانا زيتو ابطو لتحت ابطو وانا نطلع طلعت بجوج ملايات طلعت بجوج ملايات دخلتو معايا للتوش فزكتهم بالماء فزكتهم بالماء تنطفيها ما باش تطفى ما حتي طلع حتى لين الملايه والعافيه تطلع لفوق. عز الدين نقد ولد ناعمه وحاول يطفي العافيه. غوتي غوتو الناس تغوتو العافيه تتبان من الشراجم لواحد الدرجه شعلاتني حتى في الحوايج في الخواميش شعلات في السدادر تيطفي فيها تيطفي فيها تي المانطا الاولى تحرقات جاب المانطا الثانيه فازقه. بقى كيطفي فيها داكشي بقات العافيه كتشعل هكا الفوق وتحرق لي الزغب هكا ديال ايدو وداكشي وبقى هكاك بقى معها هكاك حتى في الاخر ويزا وخرج على برا. العافيه ولا محروق في يديه تقاس في يديه وتقاس في رجليه ومع ذلك بقى مكاف حتى خرج هذيك البوطه ومرمي وقعته واحد الملايه فازقه ويلوح عليها بقى يجمع فيها تيجمع فيها حتى تطفات. عز الدين حاول وحاول حتى تمكن انه يطفي العافيه وانقذ ولد ناعمه وسلموا لمو. شويه 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 شكرا اخويا شكرا بزاف الله يحفظك ما عمرني ننسى لك خيرك عطيتي لي يا ولدي. هذا هو ولدي. فاش نزل ديك الساعه وطفى العافيه كلشي تدهشر تيقولوا هذا الانسان هذا وما كانش متمني بانه غادي يدير هذا الشيء هذا ولكن تبارك الله بين على القدرات تاعو. داكشي باش عجب نعيمه ودخلها لخاطرها وعجب كاع الناس السيكتور وكاع الناس يرضيو عليه تبارك الله عليه. تيبري هو يعني كبر في عينيا بزاف ملي دار بحال هكا حيت كان ولدي صغير وكانوا بزاف الناس وداكشي يعني نقدنا كان مزيان كبر في عينيا بزاف. من طبيعه الحال غادي يكبر في عينيا وغادي يولي شي حاجه كبيره بزاف في عينيا انه نقد الارواح ونقد بزاف ضروري غادي يكبر في عينيا. عز الدين في الاول كانت علاقته مع نعيمه ماشي حتى لتما ما كانوش كيتحاملوا وصراحه الله هي في الاول كانت هي يلاه سكنات يلاه سكنات ما كانش تهضر مع الدراري في الحومه وما كانش تهضر مع عز الدين كانت بيناتهم واحد العلاقه ما تيهضروش ولكن من نقد ليها عائلتها من الموت وداكشي ولات معاه مزيان. ها مي خطا ديك الساعه ولا ولات ديك الساعه تدعمني في شكل تدعمني بحال خوها بحال جارها بحال صاحبها بحال اي واحد فهمتي وليت تقربت منها بزاف كاع. الاحاسيس الانسانيه عاده تكون مبنيه على المصلحه او على اقصاء الاخر دائما يا اما ما كنحملوش او كيدير لي فعل كذا وفعل كذا وبعض الاحيان ملي كتسول الناس علاش ما كتحملوش كيقول لك ما عرفتش لكنها مظاهر قد تأتي هذه الإحساسات إما من سلوك معين من حركة معينة من لباس معين من نظام اجتماعي من معين من طبقة معينة أو نظرا لطبيعة العلاقة التي بنيت على خطأ مثلا أو تجاوزات أو سباب أو غيرها. فمن كتبنى العلاقة بهذا الشكل اش كنسميو هذا النوع من النظرة إلى الآخر نظرة مصلحية. فمن كيكون هذا الآخر اللي احنا خدينا من تجاهه موقف كيقدمنا خدمة أسمى بكثير من هاد الاشياء كتولي كتبان صغيره وكنوليو نحتقروا نفوسنا كنقول شوف هاد السيد هذا انا كيفاش كنت كننظر له كيفاش كنت كنتعامل معاه في لحظه معينه نسى هاد الشيء كله وفكر في مصلحه ولدي وعتقوا ليا. عز الدين بعمله البطولي صبح بطل وسط سكان الحي ديالو في سيدي يوسف.
الفكر البطولي بالنسبة للجماعة يشكل واحد نوع من الفرحة، واحد نوع من القدوة. ربما ناخذوها غير حتى على مستوى الرياضة، ملي كيكون شي ولد شي فريق، شي لاعب من فريق ولد شي درب معين، فملي كيجي لذاك الدرب باش كيحسوا الناس الافتخار والاعتزاز ولد دربهم بطل. فإذا كانت مسألة ماشي كرة، كانت مصير عائلة، كانت عتق روح من النار أو عتق روح من الزلزال أو مساعدة إنسانية من واحد الاعتداء معين، فكتولي البطولة هي أكبر بكثير. علاش؟ لأنها كتولي شخصية، هناك أناس لهم علاقة مباشرة بالضحية، وبالتالي كيولي حبهم واعتقادهم في قوة وبطولة الشخص اللي قام بهذا الفعل أكبر من ذاك الذي يلعب كرة قدم أو يلعب شيء معين. حينما نتحدث عن الفكر البطولي عادة هو ماشي خاصية ديال أي إنسان عادي، وإلا ما غنسميوهاش بطولة، ما غنسميوهاش تميز، ما غنسميوهاش شجاعة، ما غنسميوهاش مبادرة، ما غنسميوهاش مغامرة. فلهذا ملي كيكون واحد مجموعة الناس أمام وضع معين، الاحتمال أنه ما يدوز حتى واحد للفعل أكبر من الاحتمال أنه يدوز واحد. فملي كيدوز واحد للفعل وكينوض يطفي عافية في دار معينة وكل شيء هرب وكذا، فلهذا سميناها بطولة، لأنه فعلا بالعقل بالحساب يستحيل الإنسان يغامر بحياته. فإذا كيكون الدافع اللي كيبقى والاحتمال الأخير آخر لحظة اللي كيبقى، وذاك الحس البطولي اللي عندك الشخص. كيف حالك؟ الناس تبارك الله عليهم خصهم يقوموا بالواجب تاعهم، ماشي يتسناو تي يقوموا بالبومبي يجيو البومبي يجي يقوموا بالواجب، ديك الساعه يقدر يوقع الافات. ولكن الا قام الانسان بالواجب تاعه تي يبتل بانه مواطن حر مغربي واصيلي. انا بطبيعه الحال بطولي حتى انا لقبت عائله، فاش كنت تنجري ما فكرتش انا تيبان لي انايا الدراري والعيالات كاين في وسط تيغوتو ولا نطلع بدون شعور، ما فكرتش انايا باش نطلع ولا جيت تنجري طلعت خد العافيه عبدت الدراري جيت تنطفي هذاك الشيء. ومني كنت طالع تيقولوا لي الدراري اباط فين بغيتي تطلعش بينك وبين هذا الشيء، نقول له لا ما كاين معنا العيالات تما تيموتوا الدراري الصغار وانا نطلع طلعت دفعت هذوك الدراري وانا نطلع طلعت وانا نلقى العافيه تما مجهده. من دون الدراري كاملين وكل شيء هو اللي تشجع ودخل، هو اللي كان يعني بطل ونقدنا، وكنا بزاف الناس في الدار يعني نقدنا كان مزيان كبر في عينيا بزاف.